تقدر قيمه الثروه اللي هي مع حضرتك؟ اول حاجه البدايه بدات امتى؟ البدايه بدات طبعا احنا بتبتدي وانت مثلا بتبقى عيل صغير او طفل صغير، بيجذبك شكل الطابع، بتيجي تقرا الطابع عليه ايه وكده، فمع الوقت ده هو انت تقدر تكمل الهوايه بتاعتك. هواية جمع الطوابع وكده دي بنعتبرها من الهوايات الجميلة جدا، لأنها هواية ثقافية. مع الوقت أنت بتقدر تنمي الثقافة بتاعتك وتقدر تعرف الأحداث المهمة اللي بتمر بكل بلد، لأن كل بلد لما بيمر بيها حدث مهم بتصدر إصدار بريدي خاص بالحدث ده. أنا أقول بالك مثلا 30 سنة هاوي؟ لا أكتر من 30، 40 سنة تقريبا. 40 سنة هاوي؟ 40 سنة تقريبا. طيب. دي بتكلفك فلوس كتيرة عشان تشتري لا موضوع اي هواية في الدنيا يا محمد بيه بتبقى مكلفة. احنا مش هنقدر نقول ان مفيش هواية مش مكلفة، صحيح، ولكن احنا يعني لازم الهاوي لما يجي يجمع لازم يعرف الاساس العلمي للجمع ايه بقى. الاساس العلمي للجمع ان تكون الحالة اللي انا بشتري بيها الطوابع او العملات تكون حالة سليمة، حالة بصورة جيدة. اهم حاجة بعد الشراء طبعا الحفظ بتاع الطابع او العمله، مش ان انا ملاحظ سيادتك ان انت حاططها على يعني بوشته، بيبقى في بوشته حضرتك بنرص فيها الحاجه الطوابع دهيا. لما بنرص البوشته في الطوابع وكده بنقول للهاوي بعد اذنك لما تشتري حاجه زي كده بتحتفظ فيها زي ما هي في البلاستيكه الخاصه بيها وكده، لان طبعا اي حاجه في الدنيا بتعتمد على الحاله بتاعتها وجودتها. ده علشان تطول عمر العمله او الطابع. طبعا عشان لما تيجي اللي هو العمله نفسها عشان طول عمرها لازم تحافظ عليها. بتحافظ عليها ازاي؟ من خلال ان انت توفر لها المستلزم الخاص بيها، سواء اذا كان باكيت بلاستيك او باكيت الطوابع بطريقه او البوم تحط فيه الاصدارات او الطوابع المصريه الخاصه بيك او الاجنبيه. طب حضرتك بتحتفظ بدول فين في البيت؟ يعني انا عندي مكتبه وحاطط فيها كتب، هل انت حاطط ده والمكتبه انا مأرشفها؟ هل حضرتك عامل ارشيف؟ ده طبعا اي واحد مننا لازم يبقى ليه مكانه الخاص بالهوايه ده هي. بعيد بقى مع احترامي طبعا للجميع عن الاسلوب بتاع التنظيف والكلام ده، حاجه خاصه بيه، مكتبه خاصه بيك ليها درف طبعا بتحط فيها البوماتك، بتكتب على كل البوم الطوابع اللي داخل الالبوم او العملات اللي داخل الالبوم ده هي. طيب انا شايف حضرتك هنا مثلا مسعر مثلا كاتب الطوابع دي مثلا مجموعها 55 جنيه. تمام. طيب مين اللي بيسعر؟ هل عندكم بورصه؟ هو, هو هو حضرتك بالنسبه لتسعير الطوابع احنا عايزين نتكلم على نقطه مهمه جدا برضو عشان نبقى واضحين في الكلام ده، هو ان اي ان اساس التسعير نفسه بيعتمد على الامانه الشخصيه، لان الهاوي بيبقى عنده شغف انه يقتني الحاجه، فاحنا ما نحولش الشغف ده ان هو بعد ما يشتري الحاجه يتالم بسعرها. فاحنا مثلا الحمد لله رب العالمين تجاوزنا ال 25 عام بننزل داخل جريده الجمهوريه، يعني اول مره قابل معاليك بس احنا في جريده الجمهوريه فوق ال 25 سنه، عمر طويل وسنين طويله جدا بتعتمد على الامانه والثقه من جريده الجمهوريه اللي تم من خلالها التعامل مع الجمهور. لا انا بسال هنا استاذ احمد، انت اللي بتسعر؟ انا اللي بسعر الحاجه طبعا. في بورصه ولا هي عرض وطلب؟ لا لا لا، تسعير الحاجه بيعتمد على ندرتها والحجم بتاع الطوابع المصدره من كل طابع. بمعنى احنا عندنا في هوايتنا حاجه اسمها كتالوجات للطوابع. كتالوجات يعني ايه؟ بتقول لي مثلا انت عارف حضرتك، بس عشان نقدر نتكلم عن الطوابع عايزين نتكلم عن الطوابع دي بصيغه انها بتعتبر هي كانت وسيله التواصل او التبادل بين الناس زمان. ما كانش فيه تليفونات، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه الا خطابات بريديه. نعم. فالخطابات البريديه دهيا كان بيتم في الفتره السابقه انتاج كم كبير جدا من الطوابع لتغطيه وسيله الاتصالات دهيا. فالطوابع دي تعتبر يعني هي وسيله الاتصال. ابتدت بقى دول العالم وتعمل ما بينها اجتماعات وحاجه اسمها اليو بي يو، بحيث ان كل دولة تبتدي ترتبط بيها ويحصل ترابط ما بين الدول وعلاقات ما بين الدول في الاصدارات الخاصة بكل اصدار.